من العين والتساوي مع الجزيرة والوصل أيضا المغرب. علي مدن البحريني، برستيجو بونغو الكونغولي في المقدمة في رأس العربي. مان الكرة عن طريق كرة عرضية لكن تبعد الكرة الماضية، والمتابعة لا تزال عن الوصول. عجمان الكرة الآن لعجمان في رأس العربي، محاولة للبرتقالي، هذه خطيرة، اختراق خطيرة في المرمى، في المرمى، وبالفعل يتقدم البرتقالي، يتقدم البرتقالي في شوط المباراة الأول في وقت مبكر، بعد سيطرة، بعد انتشار، وبعد وصول بعد ذلك، ليصل عجمان الآن ويتقدم البركان الفنان عن طريق برستيجو بونغو، برستيجو بونغو، ليتقدم البرتقالي بأول الأهداف في هذه اللحظات. إذا عجمان، لاحظ لاحظ الكرة، لاحظ لاحظ لعبة الكرة وبرستيجو بونغو والمتابع عجمان. وفي نتحدث عن جمهور هي متعطش 19 كرة الآن، محاولة نصراوية، الله على ذلك النجم الرائد يريد بأن يكون فريقه العميد الزودة من خلال هذه الجولة من جديد. كرة الآن لعجمان، محاولة لعجمان، ملعوبة عرضية، كرة بتعدي، هذه خطيرة، برسج أمور كثيرة سيتحدث عنها زميل إبراهيم المهيري. كرة إلى الأمام الآن، محاولة وانطلاقة من السعود بالنسبة لعبد الله صالح، الآن ركنية، محاولة تبعد الكرة الصر، بينما بالنسبة لعجمان المطلوب بالنسبة للتأكيد على هذه النتيجة في شوط المباراة الأول من أجل هدف ثالث بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفي الجولة الماضية أمام العين، في العين 5-1، برستيج بيوزعها على طول الأمام لاعب. الكرة الآن تعود لعجمان، ملعوبة الكرة، الكرة الآن برستيج، برستيج لعبها عرضية، كرة جميلة ومتابعة، يا سلام، الله 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 الله، ويا سلام على الهدف الفنان، يا سلام على فراس الفنان، يا سلام على هدف ثالث رائع للبرتقالي، للبرتقالي، التقدم بثلاثية نظيفة وجميلة، والهدف البرتقالي الغاوي الآن بإمضاء ولا أروع عجمان، وبهدف فنان عجمان يسجل، وعن طريق فراس بالعربي هدف جميل رائع جدا في غاية الروعة. لاحظ المتابعة، لاحظ من صر يعزز من ناحية أيضا الهجومية، من ناحية الهجومية في اللحظات الأخيرة، وقدم له الأريحية من جديد فراس بالعربي، هل يسجل من جديد في المرمى؟ جول، مزيدا من الأريحية للبرتقالي ولعجمان الفنان في شوط المباراة الأول. الآن محمد فراس، فراس بالعربي، فراس بالعربي يضيف الهدف. إمارة عجمان، الكرة الآن اللعبة تعود، الكرة الآن لجاسم يعقوب، مقطوعة الكرة تعود بالنسبة للنصر، الكرة الآن لعجمان، وهنا عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف على النصر. كرة اللعبة أمامية، محاولة لعجمان بأربعة أهداف مقابل هدف، لا ولكن يعني الآن في مركز بهدف خامس. كرة الآن لفراس بالعربي، بعد أن فعل عجمان كل شيء في شوط المباراة، على هذا الأداء، على النتيجة، على العودة، على استعادة الثقة والمعنويات من جديد. كرة الآن لعبتين الأمام، ملعوبة الكرة تسديدة وخطيرة كانت من فراس، خطيرة كانت وجميلة ومباغتة من فراس بالعربي. عصام فايز يتقدم، عصام يلعبها، خطيرة كانت أيضا في القائم الأيمن بداية هذه الجولة. هذه العناوين الموجودة مقابل عجمان، يعني في كل جولة يسجل، لاحظ برستيجو بونغو بالرغم من الخسارة الجولة الماضية. كرة الآن محاولة، فرصة لعودة قوية فعلا لعجمان، كرة ملعوبة إلى الأمام من جاسم يعقوب، متابعة أيضا من
فراس بالعربي علي مدن. فراس بالعربي لعيب معنويات عالية جدا عندما يهدي جاسم يعقوب مقطوع الكرة الأول بأربعة بثلاث أهداف وهدف من ركلة الجزاء بعد ذلك من فراس لعصام فايز. كرة الآن لفراس خذوا هات اللي غير راضي أبدا إطلاقا لا على الأداء ولا النتيجة طبعا ولا على الظهور أبدا. الكرة الآن لعبت إلى الأمام 26 معناته عجمان يصل لمواصيل من جديد مواصيل جميل عجمان إلى النقطة 26 من فراس بالعرب تومتش أبدا. كرة الآن محاولة خطيرة شوف الكرة الماضية وليد المباراة بالنسبة للنصر هو لو قلص الفارق مثلا على شوط المباراة الثانية لعبها جميلة إبلال لفراس بالعربي برستي هناك أيضا نفس النتيجة 4-1 4 بالتأكيد اليوم هنا في معنويات واستعادة